حول مرة أخرى إلى ضيفي من الناصرة السيد جاكي خوري. يعني سيد جاكي، اليوم من خلال مشهد يعني أنت تفضلت وقلت قبل قليل، هناك صورة غير مألوفة عندما تسقط الصواريخ بهذا الشكل وتفشل منظومة الدفاع الصاروخي في صدها. هل برأيك أن إسرائيل مستعدة لحرب إقليمية؟ ورأينا كيف أداء منظومة الدفاع الصاروخي بهذا الشكل، وأيضا لا نهمل أيضا الوضع في الضفة وما حصل في يافا اليوم من 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 عملية أيضا قام بها فلسطينيون، وأيضا أدت إلى مقتل عدد من الإسرائيليين، وبالتالي رغم عمليات التجريف والاعتقالات التي قامت بها في الضفة الجانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه العمليات مستمرة وهناك فشل ربما استخباراتي إسرائيلي. في مع هذه الظروف وهذه المعطيات، هل إسرائيل يعني مستعدة لحرب إقليمية بهذا الحجم؟ يعني طبعا هذا السؤال يطرح، ولكن القراءة في إسرائيل الآن يعني مختلفة عما يطرح، يعني أقول حتى على المستوى العربي، وبطبيعة الحال في ظل ما شرح ضيفك يعني بمفهوم أنه الآن إسرائيل في حالة إنجاز عسكري خاصة في لبنان، بمعنى أنه العمليات الاغتيال التي تمت خلال الأسبوعين الأخيرين وصولا إلى رأس الهرم في تنظيم حزب الله، وبالأمس يصرح وزير الأمن جالاند أن إسرائيل ماضية في يعني مسار قطع ذراع حزب الله، وهي مصطلحات يعني بمعنى أنه يريد أن يصفي الحزب بمؤسساته وقيادته خاصة فيما يرتبط ببنيته العسكرية، وهذا يفسر أيضا الدخول البري الذي بدأ ولو بشكل محدود للوصول إلى العديد من القرى الحدودية، ناهيك عن الكشف وبشكل واضح أن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي وحدات كوماندوز وأخرى تعمل منذ فترة في الأراضي اللبنانية ولكن بشكل خفي وغير علني، وبالأمس قام الجيش الإسرائيلي بعرض يعني هذا الأمر. هذه جزئية. الآن ما يحدث أو ما حدث هذه الليلة بالمنظار الإسرائيلي، دعني أقول بالمنظار الإسرائيلي، الرؤية أن هنالك نجاح في التصدي لهذه الصواريخ، بمعنى إذا أخذنا 181 صاروخ باليستي أطلقت باتجاه دولة صغيرة الحجم والأضرار يمكن لهذه الدولة أن تستوعبها، بالأساس هي أضرار مادية، وهنالك يعني قتيل واحد وهو فلسطيني من غزة في منطقة أريحة، فهذا بالنسبة للإصابات في صفوف المدنيين يعتبر إنجاز كبير وعليه يمكن استيعاب هذه الضربة، وأن هنالك استخلاص عبر سيتم للمرحلة القادمة في حال تم إطلاق عشرات الصواريخ، وأعتقد هذا سيكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى. الجزئية التي ذكرت بالنسبة لما يحدث في الضفة الغربية، نعم هذا تحدي، خاصة وأن هنالك عمليات اقتحام يومية، ولكن مع ذلك إمكانية يعني دخول المنفذين إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات كما حصل بالأمس، واضح أن هذا يشكل تحدي وتحدي كبير، ولكن هنالك فوارق في آليات المواجهة، بمعنى ما يحدث في الضفة الغربية ليس بحاجة إلى دفاعات جوية وإلى منظومة يعني صواريخ متطورة وإلى سلاح جو متطور، هذا مختلف تماما. وأيضا ما يحدث الآن في لبنان خاصة عندما نتحدث عن الدخول البري، بالأساس الآن العملية هي برية بغطاء مدفعي وجوي محدود، وبالتالي الفوارق بين يعني موجات التحدي دعني أقول ومستوى العمل بالنسبة للمؤسسة الأمنية والعسكرية هو مختلف، وعليه القراءة أنه يمكن مواجهة هذا الأمر، ولكن واضح أنه هذا لن يتم لفترة طويلة، بمعنى إسرائيل تريد الآن الحرب القصيرة كما ذكرنا، نقلها إلى ما يعرف بأرض العدو، وأن ينتهي هذا خلال فترة أسابيع وليس من خلال يعني حرب تمتد لعام إضافي، لأنه فعلا كل هذا المشهد يستنزف الإسرائيلي في كل المستوى.